السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، في مدينة سمارة عدد كبير من الجالية المصرية اللي بتدرس، سواء بيدرسوا بقى هندسة أو طب أو مجالات أخرى، ولكنهم كتير. من الملاحظات اللي لاحظتها في سمارة ان المصريين بيلاقوا نفسهم اكتر او عاملين الجروبات او المجموعة المصرية اكتر من اي مدينة اخرى يعني شفتها قبل كده. عادة المصريين كل واحد بياخد جانب، وبيبقى مثلا اللي هي الناس اللي جاية جديد مع بعض، بس بعد سنة كل واحد بقى بياخد له جروب مختلف، يتصاحب على واحد مثلا نيجيريا، على واحد مغربي، على واحد من السودان، ويبقوا جروب كده لوحدهم بقى، ايه مش مصريين بس، لا مختلط كده، تبتدي كل واحد يبقى ليه اتجاهاته في السنين اللي بعد كده. لكن اللي ملاحظه يعني في الجروب اللي قابلته ده انهم مجموعه مع بعض، يعني اكتر من 12 13 واحد، من بيقولوا احنا من اول سنه واحنا نعرف بعض، وبقى لهم 3 سنين او 4 سنين، دي كانت السنه الرابعه يعني اما قابلتهم. ف حلو قوي ان انت تكون معاك جروب ثابت، يعني مش لازم تكون من نفس البلد. ايوه، بس كل المجموعه العربيه او الجاليه العربيه كل ما بتبقى عددها كبير كل ما يكون احسن، وبرضه بتعرفوا بعض اكتر، ومعلومات كل ما يكون الجروب بتاعكم كبير كل ما يكون معلوماتكم بتزيد، لان كل واحد عنده خبراته الشخصيه، فالخبرات دي لما بتشيروها بين بعض بينكم وبين بعض فبتبقى الاستفاده اعلى بكتير. ومن وسط بقى المجموعه دي كان في واحد يقال يعني او قالوا لي ده العميد بتاعنا، راجل هادئ الطباع كده محترم، يقال ان هو يعني قالوا لي ده هو في الجامعه ومش في الجامعه، يعني بيشتغل يعني بس مسجل في الجامعه بس ما بيحضرش، ما فهمتش يعني قوي. المهم يعني هو ده كان وضعه يعني. فموضوعنا النهارده هو اخينا ده، الشخص ده، ولو شاف الفيديو ده يعني بعتذر له وبدعمه. نخش في الموضوع. هو عميد المجموعه دي لانه يقول انا الاقدم، قال السنة الجاية إن شاء الله هتعمل 10 سنين، بقالي 9 سنين هنا. واحنا بنتكلم كده يعني يقول لك فلان فاهم، فلان هو اللي عارف، هو أقدمنا هو. أما يحكي بقى هو خبرته فبنشوف. بيقول لي مثلا إيه الروسي على فكرة صعب جدا، يعني بقول له تنصح بإيه الناس اللي جاي جديد، فيعني قال لي بعض الحاجات كده منها، يعني يقول لك الروسي صعب جدا وعمرك ما هتتعلمه كويس او هتجيده 100%. يعني اختلفت معاه في النقطه دي طبعا، لان في ناس تعرف الروسي كويس يعني وبتبقى اقرب ما يكون ال 100%، ليه لا، بس ما علينا يعني. ونصائح اخرى كانت كويسه الصراحه، نظرا لان الراجل بقاله 9 سنين في البلد، والمفروض ان دلوقتي اعتقد تم بقى 10 زي ما كان بيقول. ملاحظاتي انا بقى عليه، مثلا هو في العمل يعني الجامعة الدراسة ما خلصش الدراسة بعد 9 سنين هو لحد دلوقتي، فدي برضو ايه طبعا انا احرج ان انا اسأله ليه ما خلصتش او ايه اللي حصل، بس اكيد عنده ظروف كتيرة، غير جامعة بتاع اشتغل، فطبعا ما بقاش متفرغ للدراسة، حاجات كده. طيب طب الشغل بقى اللي هو تفرغ له او سابش الدراسة عشانه، الشغل ده مجاله ايه؟ فهو في مجال المطاعم، هو مش مخرجش بره هذا المجال، وقال لي اشتغلت تاكسيست فترة وتعبت، قال لي ما اقدرش يعني ان انا اسوق فترات طويلة، فيعني هو في مجال المطاعم شغال. فبقول له يعني الدخل مش عايز اعرف كام، بس يعني مكفيك معيشك بتاع، يقول لي عيشني بس ما كنت متجوز، وكنت متجوز كمان. طب خلاص، المهم يعني كان في فترة تزوج فيها ولم يوفق يعني وطلق. طيب ما خدش الجنسية لسه، يعني احتمال يبقى اعتقد ان هو كمل، اللي بيكمل 5 سنين بالاقامه الدائمه بيقدر ان هو يقدم على، ما اعرفش هو معاه اقامه من نوع ايه الصراحه. المهم، فملاحظاتي ان في حد هو ممكن يبقى 9 سنين في البلد او 10 سنين بقى ما اكملهم، وحاجات كتيره ناقصه، حاجات كتيره مش موجوده. فبيقول لي بصراحه انا لما حد بيقول لي انت بقالك 10 سنين ولا 9 سنين وبتاع البداره، يعني قال عشان مش احسن مثال اقدر اوريه للناس، مثلا اقول لهم كده اعملوا زيي او كده، لا انا الناس تعمل زيي في ايه؟ ايه المثال المبهر؟ حاجه يعني انا بقى اقول لك تقول لهم ايه؟ ان انت راجل عاقل، ان انت راجل مهذب، ان انت راجل عارف ربنا، دي الحاجات المكتسبات اللي ظاهره عليك كشخص بعد 9 سنين، الشخص ده بالذات يعني، او بعد 10 سنين. دي الحاجات اللي هي ما غيرتش، او السنين ما غيرتش من شخصيتك.
لكن من ناحية مثلا بيلبس كويس طبعا، راجل شيك ما شاء الله. دي الحاجات اللي تقدر تلاحظها على شخص قاعد في روسيا بعد 9 سنين او 10 سنين. في حاجات تانية مثلا اللي هي ملاحظات الأسرة او الزواج، العمل، الدراسة، الجنسية، مثلا هنقوله اشتريت بيت ولا اكيد طبعا لا. يعني في حاجات كده لما الواحد يقيم عليها بعد 10 سنين المفروض يلاقيها، لو ما لقاهاش يبقى احنا ايه فشلنا في الاجزاء دي ومحتاجين ان احنا نظبطها. فهي دي اللي كنت عايز اقولها لكم النهاردة، معلومة ان انت ما تفتكرش انك بعد 5-6 سنين هتبقى حاجة كبيرة من غير اساسات صلبة او من غير هدف واضح. في ناس يقول لك ما يعني فكره ان هو بعد 10 سنين ولا ده، يقول لك يا عم ده انا هبقى مليونير ملياردير يا عم في البلد دي يعني. ولكن ممكن تبقى بعد 10 سنين ومحلك سر ويمكن اقل كمان، فما تطمنش قوي يعني. البلد فيها فرص كتير. شوفوا بقى الجروب اللي جه ورايا ده يعني حبكت يعني، هو مكان استراتيجي يعني ميتنج بوينت مهم. بس فهي دي كانت حلقتي النهارده. اقول لك يعني لا تركن. ايه ده؟ افتكرتها عظمة كائن حي طلعت جزع شجرة مكسور. فبس فيعني لا تركن للأيام والسنين تلعب فيك وتلعب بيك زي ما هي عايزة. لا، خلي عندك الهدف الواضح، الأرض الراسخة، عارف عايز تروح لفين، وإن شاء الله ربنا يوفقك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم. بستاذ على فكرة اللي أنا واقف.